قلب السجارة يا ست سكسكة. عيني يا عاطف عيني، ده انت حبيبي. هات فلوس الأول. اهي انت بتعملي ايه يا ست انت؟ هدخل لي سجارتين ميسة. مالك يا ست؟ حرام عليك، الفلوس دي انا شقيان بيها وطالع عيني بيها. انت مستخسرهم فيا؟ طب ما انت هتدخنهم وتنفخهم في الهوا. طب هاتي هاتي، انا غلطان اني اشتريت منك حاجه يا مستبده. طب ابقى اشتري من حد تاني كده وانا افرجك. السلام عليكم يا ست سكسكة. عليكم السلام. ايه ده؟ خدها ولا ميمون. ايه في ايه؟ تشرب حاجه؟ لا مش عايز. والنبي اللي انا فاتحه لك ازاي؟ لا ما تفتحيش حاجه، اي حاجه هتفتحيها انا مش مسؤول عنها. عفن. ايه؟ بقول ماشي براحتك خلاص. طب كنت عايزه مني ايه؟ كنت عايزه اعرف عنوان بيسا، عايز اعمل معاها الواجب. مش معقول يعني تبقى صباحيتها ومحدش من اهلها يزورها، منظرها ايه قدام جوزها؟ والله العظيم ما اعرف ساكنه فين يا ست سكسكه. يا ميمون عليا انا برضو. يلا وديني يلا يلا يلا. عيب عليك يا ست الكل، وانا عمري عزيت عنك معلومه؟ بصراحه لا، بس عارف يا ميمون لو طلعت تعرف وما بتقوليش هطلع عليك القديم والجديد. حاضر. كنت عايزه ازازتين حاجه ساقعه يا حاجه لو سمحتي. ماشي حبيبتي عين، هاتي فلوس الاول. اتفضلي. روح ولا ميمون طلع لها ازازتين حاجه ساقعه. وانا مال انا؟ روح بدل ما تغاب عليك. حاضر ماشي حاضر. كل حاجه ميمون بس هي دي الثلاجه. بالراحه على الثلاجه. حاضر بالراحه على الثلاجه اهو بالراحه. طب افتح نافوخ. لا لا وتفتح نافوخ ليه؟ ولا اهو بالراحه اهو. سكت حاجه ساقعه. شكرا يا كابتن مأمون، تسلم ايدك. انت بتدرب فين دلوقتي؟ ما بدربش. امال بتعمل ايه؟ ما بعملش. طبعا اذنك. ما باذنش. لا بجد، علشان لو اتاخرت اكتر من كده بابا هيزعل. ان شاء الله باذن الله هتفور في وشك انت وابوكي. خلاص عرف. ايه ده؟ فيها ست سكسكه؟ عارف لو طلعت تعرف عنوان بيسا وما بتقوليش؟ ما اعرفش يا حاره، ما اعرفش والله. الحمد لله نسيت الباقي. شرشوبه من على الوش ده، ايه الحواسه دي يا حبيبتي؟ المسح يبقى بالخيش. بصوا اوريكم اهو. بصي حبيبتي، دي الخيشه كده اهو، هي دي بقى اللي تلم لك كل حاجه، هي اللي تجيب كل المستخبي، كل اللي في الاركين كده يعني. بصي انت بتعملي ايه؟ ايه ده حماتشي؟ لا اوعي تخش، الارض كلها ميه تتزفلطش على طول. انت بتمسحي ليه؟ مفيش، كان عندنا ضيوف فبقول لهم يلا نظفوا البيت، قاموا خافوا كده اهو، وبعدين قاموا قايلين لي طب خلاص ماشي، قعدوا بقى ينظفوا بلاطه، وبعدين لقيتهم يمسحوا من على الوش كده وبالشرشوبه، المسح مش بالشرشوبه، المسح يبقى كده بالخيش. يعني انا ادخل البيت ازاي دلوقتي؟ لا لو مصره تخشي بقى يبقى خلاص، اقلعي الجزمه بس عشان ما تلطخيش الارض. ما ينفعش اقلع الجزمه، قولي لي هتخلصي ده امتى عشان ادخل البيت؟ طب اديني ربع ساعه كده بس الارض تنشف وانا اجيك، اطلعي اقعدي فوق. انا مش عايزه اقعد فوق. طب خلاص اقعدي فوق الجنينه هناك. بس بطلي مشاوره. اوكي حقيقي حاجه مستفزه مش ممكن، حاجه تقرف. انا عشان ما تتكفيش على وشك بس. عجبكوا كده؟ عجبك كده؟ ما انت لو بتراعي اكل عيشك ما كانش الولايه اتعصبت علينا كده اهو.